مقطع اليوم راح نحكي عن المسلسل المشهور بتوقعاته سيمبسون، واللي بأحد حلقاته كان متوقع قصة الصاروخ الصيني الحالية. نعم يا عزيزي، اللي راح تشوفه بمقطع اليوم صدقوني راح يكون من أقرب الأشياء اللي شفتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مانس يوف ومقطع جديد. طيب مقطعنا لليوم زمان ما جبنا مقطع عنه، واللي هو توقعات المسلسل الكرتوني سيمبسون، واليوم في أدلة وأشياء راح تصدمكم صدقوني، لأنه شفتوا قصة الصاروخ الصيني اللي عامل ضجة وترند حاليا بكل مكان. في واحد منكم أرسل لي مقاطع على الإنستغرام، أقسم بالله إني بس شفتها انصدمت، لأنه يا إخوان هاي الأشياء كانت مذكورة بأحد حلقاتهم. ومو بس هيك، الصاروخ الصيني متى طلعت قضيته؟ طلعت ب 29/4 يعني قبل 10 ايام. مظبوط كلامي، الحلقات اللي راح نحكي عنها اليوم تاريخ عرضها 2011، يعني قبل 10 سنين. ما بطول عليكم بالكلام لاني متحمس ان ادخلكم على المقطع، بس قبل ما ادخل على المقطع لازم اذكركم، اذا ما ضغطتوا لايك وحابين هاي المقاطع اضغطوا لي لايك خلينا نستمر فيها، واذا مو مشترك بالقناة اشترك وفعل زر التنبيهات شرف لي بالقناة. وصحيح استحملوني 30 ثانية فقط وباذن الله انك تكون مستفيد. طيب بالبداية نشكر تطبيق يوديكشنري لرعايتهم لهذا الفيديو، واللي ما بيعرف تطبيق يوديكشنري هو عبارة عن مترجم او قاموس متوفر فيه جميع لغات العالم تقريبا. التطبيق يساعدك انك تطور لغتك الانجليزيه بشكل قوي، وانا من الناس اللي استخدمه لما اكون ادور على اشياء انجليزيه مثلا او قصص اجنبيه، استخدمه لانه بطرق جدا سهله، يعني مثلا تقدر تحط في الصفحه وتصورها ويترجم لك الصفحه كامله. راح اترك لكم الرابط بالوصف، انزلوا كلكم وحملوه وان شاء الله يفيدكم. واعتذر جدا اني طولت عليكم بالكلام، خلينا ندخل على المقطع. طيب بالبداية ما راح احكي لكم عن قصة الصاروخ، لانه اتوقع انه كلكم عارفين قصة الصاروخ وما ظل الناس ما حكى عنها، فما في داعي نشرح القصة، بس نعطي لمحة بسيطة للقصة اللي معارفها، واللي هو انه الصين اطلقت صاروخ للفضاء، وهذا الصاروخ حامل مكونات وادوات عشان يرسلوها لمحطتهم الفضائية الدولية بالفضاء. لكن الصدمة انه الصين او بكين العاصمة فقدت السيطرة عليه، واللي بدت المشاكل بعديها انه وين بده يقع الصاروخ. لكن مو هذا هدف المقطع، هدف المقطع ان المسلسل اللي كلنا عارفين انه توقعاته دائما كانت تصيب، او باغلب الاحيان يعني ما تعرف كيف هذا المسلسل ومين المنتجه وشو الاشياء اللي قاعد يعملها. لا تحكم يا صديقي من البداية، تعالوا خلينا نشوف المقطع الاول واللي هو لحظة اطلاق الصاروخ. تمام، شوف يا عزيزي المشاهد، هون لحظة اطلاق الصاروخ. تمام، ركز هون يا صديقي على الخبر العاجل اللي طالع، بكين داك واللي هو صاروخ قاعد يلف حوالين الكرة الأرضية. ليش ما طلعت معي صح؟ هون مكتوب بكين وهون على الصاروخ علم الصين. تمام، لسه هاي مقدمة، تعال كمل الفيديو. ركزوا لي يا إخوان الآن على الصاروخ وهو قاعد يطلع، ركزوا معي. برجين يمينه، شايفين برج يمين وبرج شمال صح؟ والصاروخ انطلق، ركزوا لي عليه، هاي التفاصيل مهمة جدا. تمام، طلع الصاروخ هون صح؟ خلينا نحفظ شكل الصاروخ. خلاص طلع الصاروخ، ركزوا لأحد حلقات سيمبسون. شايفين يا اخوان ولا مو شايفين انتو؟ شايفين دقة التفاصيل يا اخوان؟ برج يمين وبرج شمال وطلع الصاروخ من النص، متصورين وصف التفاصيل هذا؟ وبرضه بنفس المقطع شوفوا على الاخبار الصاروخ عليه علم الصين ومكتوب دكين. انا بس شفت هاي اللقطة انصدمت، وبلشت ابحث ابحث ابحث، ولقيت كمان مو بس هذا المقطع، لقيت مقطع ثاني انه هومر قاعد يطلق صاروخ وفقد السيطرة عليه، وهذا الصاروخ وقع على الارض. شوفوا يا اخوان هون بعد ما صنع الصاروخ وبلش او اطلقه، شوفوا اطلق الصاروخ، تمام اموره تمام، راح الصاروخ، بعديها بثواني بسيطة هون بطل يقدر يتحكم بالصاروخ. شايفين الصاروخ بلش يتحرك يروح يمين ويسار ويلف 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 زي ما صار بالصاروخ الصيني وهو قاعد يلف حوالين الارض او حوالين جميع بلدان العالم. وهون انتهت الحلقة، ان الصاروخ بس رجع وقع على الارض وخبط، ما اعرف شو هذا المبنى، ما اعرف شو المبنى هذا.
المهم اللي شفناه اول شيء يا اخوان اشي مو طبيعي صراحة، خاصة انه برجين وطالع الصاروخ من النص نفس المقطع الرئيسي، واحنا هون قاعدين نحكي عن تاريخ المقطع 2011 يعني قبل 10 سنين من الان. قلت لكم هذا المسلسل مو طبيعي صراحة. تعال خلينا نجي نفكر بعقلنا، الله اعطانا عقل عشان نفكر فيه، هل يعقل بعشر ايام هاي اللي هي من 29/4 لحظة اطلاق الصاروخ للان مثلا شركة فوكس ولا الشركة الراعية لسيمبسون تلحق تصنع حلقة زي هيك؟ انساني من التاريخ اللي فرجيتكم اياه انه 2011، هل يعقل انها تلحق تصنع حلقة؟ يعني هذا شبه مستحيل صح ولا لا؟ عشان هيك موضوع المسلسل هذا عامل ضجة وصادم الكل. ومو بس هيك، شفت لقطة ثانية بس ما اعرف اللقطة فيها شبه ولا لا، شوفوها انتوا واحكموا. هاي اللقطة كمان يا اخوان ماخوذة من المسلسل سيمبسون، فما اعرف صراحة شو قصة هالمسلسل. وبالوقت الحالي اللي قاعد اصور لكم بيه الفيديو، الصاروخ تفكك والقطع اللي فيه وقعت، ويقال انها وقعت ببحر العرب او بالاحرى بين بحر العرب والمحيط الهندي، فالحمد لله انها عدت على خير. والله بس عندي شغله بسيطه بدي احكيها معكم قبل ما انهي المقطع. انت عزيزي المشاهد شو رايك بالشيء اللي صار؟ شو رايك بالصاروخ اللي الصين بحجمها وفكرها وقوتها مو قادره تتحكم بصاروخ هي اطلقته؟ هل هذا الاشي منطقي؟ شوف انا بقول لكم راي الشخصي، ربنا اعطى كل شخص عقل عشان يفكر فيه، تمام؟ فانت فكر بالموضوع اعطي رايك بالكومنتات. انا بوجهه نظري الاشي اللي صار مو خطا ابدا، لانه هل يعقل الصين اطلقت صاروخ والصاروخ الصين مش قادر تتحكم فيه هو بالهواء، وهالصاروخ ظل يلف حوالين الارض ولف جميع بلدان العالم؟ مش منطق الاشي، يعني يا يصطدم يا يوقع يا يصير ايش، اما انه قاعد اسبوع وهو قاعد يلف حوالين الارض مش منطقي. انا بوجهه نظري الاشي اللي صار اشي مقصود من الصين، والمقصد الاساسي منه انه الصين تثبت وجودها او تثبت للعالم كله انه شوفوا كيف احنا اطلقنا صاروخ، هذا الصاروخ قاعد اسبوع يلف كل دول العالم ولا دولة قدرت توقفه. فهذا الاشي يدل على قوة الصين، وهذا الاشي من وجهة نظري، واتوقع كثير منكم راح يتفق معي بعد هالكلام، لانه فعليا الصاروخ ما حدا قدر يوقفه، وامريكا طلعت وبرت حالها من الموضوع وما قدرت تعمل اشي. فهذا التحليل الوحيد له. كل شخص شاف المقطع يعطيني رايه فيه بالكومنتات، ويكتب لي شو رايك بهذا الاشي او شو رايك بالقصة هاي كاملة. راح احاول اقرا كل كومنتاتكم، واتوقع بهيك يكون انتهى مقطعنا اليوم. اتمنى انه المقطع نال اعجابكم، راح يدلكم الان الفيديو اللي كانوا متوقعين زي ما هو من دون ما احكي عشان انتوا تركزوا بالتفاصيل. شوف شيء يصدم والله العظيم، فنشوفكم على خير بإذن الله بعد بكرة مقطع جديد، وأترككم بحفظ الرحمن من هون لبعد بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.